بجانبي المدرب فريق ليون فهد القامدي. رحب بك لنا وكلمنا شو اللي حدث في المباراة الأولى مع فريق الأولمبي. يا هلا والله. والله حنا أدينا وحاولنا لكن عندنا إشكالية إن اليوم هذه عرفت أنت الأرضية تزلق، هذا اللي أثرت علينا حنا، هذا اللي شفته أنا. بس هذه كانت على الطرفين يعني ما كانت يعني تفكر هذا سبب رئيسي للخسارة. عندهم خبرة من قبل لكن حنا أول يعني عرفت مرة نجي هنا، فهذا اللي يحس أثر علينا. وإن شاء الله إن شاء الله نقول يعني الجايات أفضل. راضين على مستوى فريقكم اليوم؟ لا أبدا والله ما أدينا صراحة، هدف واحد وجاء تقريبا يعني لك يعني فان شاء الله الجايات افضل. كيف ترى حظوظكم الان في المركز الاخير؟ لديكم مبارتين، ماذا توعد الجمهور وماذا ترى فريق ليون الى اين سيصل في هذه البطوله؟ والله ما يعني اعطيهم حاجه من عندي انا، بس نقول ان شاء الله. كلمه اخيره طيب، كلمه اخيره للاعبينك ان شاء الله يشدون يعني حيلهم وان شاء الله يقدمون افضل ما عندهم ان شاء الله، هذا اللي عندي انا. احييك على الروح الرياضيه وهارلك مره اخرى. الله يعطيك العافيه. شكرا لك.